وأكاذيب بتواجه المواطن المصري، واستغلالا طبعا للوضع العالمي والأزمة الاقتصادية. بقى في كام إشاعة كده ماشيين في المسار ده، إن كل المكتسبات اللي الدولة ادتها لفئات بعينها دي هيتم سحبها. فاكرين لما اتكلموا على الزيادات في المعاشات، وعلى العكس زودنا أكتر في المعاشات، لما اتكلموا عن تكافل وكرامة وإنه الأعداد هتقل والمخصصات المالية، والعكس صحيح هو اللي حصل، زادت الأعداد وزادت المكتسبات المادية. النهارده طلعوا يتكلموا على انه منظومه التامين الصحي الشامل والميزانيه والفلوس اللي كانت بتصرف على المساله دي، انه في ازمه وفي مشكله وفي نقص في المخصصات الماليه، وده بيهدد المنظومه. فطبيعي خلاص احنا بقينا فاهمين الكلام ده كله ما هواش صحيح، على العكس الدوله عندها مشروع مهم جدا جدا، وهو منظومه التامين الصحي الشامل وتعميمه على كل محافظات الجمهوريه. وتابعنا مع حضراتكم المرحله الاولى والمحافظات اللي حصل فيها الأول شغل تجريبي، ودلوقتي احنا عندنا 6 محافظات شغالة فيهم المنظومة، اللي هم بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس. طبعا ده كان بدأ في نوفمبر 2019، وفاكرين احنا فردنا فقرات وطلعنا هوا مع القائمين طبعا بالعمل في هذه المستشفيات، لانه هو مشروع طموح وعلى كل المستويات. لما تتكلم على البنية التحتية في المستشفيات دي وتطويرها وتجهيزها بكل المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، لما تتكلم على تدريب الكوادر البشرية من أطباء من تمريض كل العاملين في هذه المنظومة، لما تتكلم كمان على قاعدة بيانات وملفات تكون جاهزة ونكون حاضرين. فكل هذه المحاور بيتم التعامل معها بالتوازي. منظومة التأمين الصحي الشامل يا جماعة زي ما هي وشغالين فيها، وعلى العكس احنا صحيح عندنا أزمة اقتصادية ومسألة صعبة، لكن كل اللي ابتدينا فيه بنكمله. زي ما كان بيقول الرئيس، احنا لو كنا تأخرنا كانت تبقى التكلفة أضعاف مضاعفة. فاحنا بادئين من بدري ومستمرين في تنفيذ اللي تم الاتفاق عليه واللي اشتغلنا فيه من البداية.